أريد أن أخرج معكم عن المألوف. دون أدنى شك كل الإدارات الانتخابية في الدول العربية كل على حدة حازت على ثقة الجمهور. إذا لا نسمع الآن عن مسائل تزوير انتخابات في الدول العربية بغض النظر أي دولة كانت، لكن بدأنا نرى ظاهرة تمتد عبر الدول العربية وتنتشر حتى في العالم، هي ليست مسألة قومية، ليست مسألة عربية، بل تمتد إلى أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا، ألا وهي عزوف الشباب عن المشاركة بالانتخاب ولجوءهم للشارع. الشباب اختطفوا الشارع وهم محقين، نزلوا إلى الشارع يرفضون كل شيء، رفضوا المؤسسة وفكرة المؤسسة، حتى البرلمانات لم تنأى عن الهجوم عليها بالشارع، البرلمانات التي اختارها الناس. وهذه أسئلة أنا أثيرها لكي نستطيع في اليومين القادمين أن نتبادل الخبرات فيما اختص بهذه المسألة، ومع شركائنا الذين سبقونا في العملية الديمقراطية، وهنا أعني أصدقائنا من أوروبا. ما الذي يدفع شاب لأن يهاجر ويجري صحون في أوروبا أو في أي دولة أخرى؟ أليس صحنه الفارغ في بلاده؟ ما الذي يدفع شاب لكي يتمرد على القائم وعلى القانون وينزل إلى الشارع مخاطراً بنفسه وبحياته وبعمله؟ أليس لأن جيبه مثقوب وينقص كرامه؟ ما الذي يجعل امرأة تصرخ بالصوت العالي وتدفع بولدها إلى الشارع إلى الفوضى؟ هناك غوغاء حقيقة، وهناك شعارات غير منطقية حقيقة، لكن خلف كل هذا هناك فكرة نبيلة. ثلث الشباب في العالم العربي معطرون عن العمل، هم بحاجة إلى عمل، هم بحاجة لأن يبنوا مستقبلهم في دولهم. الفساد الذي تراكم على عشرات السنين من جيلنا وكما عانينا من الأجيال التي سبقتنا يجب أن نتوقف ولا نستمع، أن ننصت لما يريدون. الاستماع قد تكون من باب المجاملة، نتحاور قد يكون باب استعراض القوة، أنا لا أستطيع أن أتغلب على محاوري في النقاش أو في الأيديولوجيا أو بالفكرة أو بالمثل، لكن حقيقة هذا لن يرضي الشارع. ألا تلاحظون بأن الشاب الذي يرى أمامه صندوق الاقتراع ولا يذهب إليه بل ينزل إلى الشارع، هذه مسألة تحتاج إلى توقف وبحث. جميعاً أنا لن أطيل عليكم لأن هناك فيلم قد يكون مملاً بعض الشيء لطول 10 دقائق، لكن الشباب لم يستطيعوا أن يختصروا إلى أكثر من ذلك. ولا يفوتني أن أشكر سعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي إكس، مركز الدعم الانتخابي الأوروبي، وأرحب بأصدقائنا باسمي وباسم الوفود العربية كاملة، لأنهم هم في بلدهم في المنظمة العربية للإدارة الانتخابية بضيوفنا من سفراء الدول الأوروبية الصديقة. وأترككم الآن مع فيلم يتحدث بشكل أو بآخر عن هيئة المستقلة الانتخابية. شكراً.